اهلا بحضراتكم من جديد والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. فوز مستحق بنتيجه 2-0. مروان محسن ومؤمن زكريا بياخذ النادي الاهلي للمركز الرابع برصيد 23 نقطه. هدف مروان محسن هدف ولا اروع من كده. مروان يعني ما شاء الله بيستعيد ذاكره الاهداف اللي كان لغاها له هيكتور كيوبر، لكن مروان خلاص رجع يفتكر الاهداف تاني الحمد لله. كل ماتش يسجل مؤمن زكريا من اللاعب الموهوب ناصر ماهر لتسديدة تصل لمؤمن زكريا. أول لمسة مؤمن زكريا بهدف. مؤمن رجع تاني يا جماعة، مؤمن المرعب. خلي بالكم، طير بسرعة لكريم أحمد معاه النجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، نشوف هيقول إيه ونرجع لحضراتكم على طول. مرحبا بيك يا كابتن ميدو وكل مشاهدي ونجوم النادي الاهلي في كل مكان. اكيد فوز هام النهارده على فريق نادي النجوم استعدادا اكيد بكل قوه لمباراه العوده جيما بطل لاثيوبيا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، بشكل عام يا كابتن سيد النهارده بتشوف الجيم ازاي؟ النهارده كمان يمكن التقاط الانفاس شويه بعد تاجيل مباراه جيما على ما اعتقد، دي يمكن هتريح شويه بعض اللاعبين. بتشوف بشكل عام النهارده الجيم ازاي كابتن؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله زي الفل، الحمد لله طبعا على المكسب. يعني برضو انت بتلعب من 48 ساعه بس في اثيوبيا وبعدها مع جيما الاثيوبي النهارده بتلعب مباراه تانية في خلال 48 ساعه. بحيي اللعيبه جدا على روحهم واصرارهم، وانا قلت كده، قلت دي مرحله القلب الجامد. يعني ممكن يبقى عندنا فنيات وممكن يبقى شوط تاني كويس جدا من احسن الاشواط اللي عملناها الشوط التاني، ولينا ضرب جزاء طبعا ما فيهاش شك ما فيهاش حاجه، لكن كالعاده يعني ما بنتكلمش على التحكيم خالص يعني، لكن انظروا لنا بعين الرأفة يعني. لكن في المهم الحمد لله على كل شيء. طبعا بحيي كل الناس، سعادتي كبيره جدا بمؤمن رغم ان ممكن يبقى فيه خصم عليه، لكن في النهايه سعادتي كبيره جدا بعودته. انا واثق فيه جدا جدا جدا، واثق كمان ان هو من الناس اللي ممكن كل ما بترجع بتتقل الفرقه. على الجميع ان هو ينتظرنا بشكل كويس قوي، واحنا لما بنيجي يعني كان يعني الناس كلها بتبقى عارفه كويس قوي مجيتنا وعارفه كويس قوي قوتنا. فان شاء الله الرحمن يعني عدينا 6 مباريات من اصل 9 او كانوا في منتهى الصعوبه في منتهى العقبات والازمات واصابات و يعني شويه عقبات قدامنا، لكن عندنا لعيبه بشخصيه الاهلي بفكر الاهلي بقوه الاهلي مهما كانت الدنيا ماشيه ازاي، عندك الصفات ما هتتحلى بيها. يعني على الجميع ان هو ينتظرنا وان شاء الله الرحمن باذن الله هنيجي في ميعادنا. انا عايز اتكلم كمان على مباراه جيما بطل اثيوبيا بعد تاجيلها لليوم 23، ده اكيد يا كابتن فنيا التقاط الانفاس شويه يمكن هي جت في صالحنا بشكل كبير، لكن احنا عارف ان احنا كنا مستعدين سواء لمباراه 21 او 23. خلينا نقول برضو يعني انا كنت مسافر النهارده على طول من هنا على المطار، لكن الحمد لله على كل شيء هنسافر، انا هسافر الاربع والفرقه هتسافر الخميس ان شاء الله الرحمن. زي ما قلت يعني حته الفصل اللي بيمتد بيها النادي الاهلي من بطوله للتانيه ان شاء الله الرحمن باذن الله. المرحله لسه ما انتهتش، لسه عندنا سيناريو او مباراه تكمل باذن الله، مباراه العوده في افريقيا ودي كمان مهمه لانها بطوله، وبعد كده هنخش على مباراه الداخليه ان شاء الله. طب مهمه واخيره كابتن سيد، استقرار الفني بعد وجود مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني من ابناء النادي الاهلي وكمان موجود توليفه كبيره جدا، كيف ترى هذا الاستقرار خلال الفتره اللي جايه؟ احنا قافلين على نفسنا وهنقفل اكتر، ويعني اذا كان الكلام ممكن ما يعجبش الناس، لكن الغموض من اهم مميزات النادي الاهلي، الغموض من اهم مميزات النادي الاهلي. يعني احنا بن 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 بنخطط لشيء، بنستعد لشيء، بنحاول نجمع اشياء حوالين الفرقه ايجابيه، ده مهم يعني. طبعا في مدير فني ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون موافق معانا ان شاء الله الرحمن، هنساعده بكل ما اوتينا من قوه، كلنا في ظهره وهو مساندين ليه، وان شاء الله الرحمن مع اللعيبه الممتازه اللي انا بحييهم النهارده جدا 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 جدا، والعوده المصابين علي معلول واحمد فتحي واجاييه ان شاء الله الرحمن باذن الله، وسعد سمير بالتاكيد، مع اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي مع التدعيمات ان شاء الله الرحمن باذن الله على الجميع انه ينتظرنا. مبروك. شكرا. مبارك اكيد للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اكيد اداء النهارده طيب لفريق النادي الاهلي، بتمنى كل التوفيق خلال الفتره القادمه. زي ما قلنا النادي الاهلي يلتقط بعض الانفاس لمباراه جيما بطل اثيوبيا يوم 23. مستمرين معاك يا كابتن ميدو كالعاده ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان عقب فوز النادي الاهلي على فريق النجوم من استاد السلام. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا يا كريم، شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيوجه رساله هامه جدا للجميع. على الجميع انتظار النادي الاهلي والاستعداد الجيد لمقابله النادي الاهلي بشكله الجديد اللي كل يوم ويوم بيرجع له عنصر من العناصر الاساسيه اللي بتؤثر تاثير ايجابي جدا في الفريق. استنونا، الاهلي جاي وجاي بسرعه جدا، مش قادم، الاهلي جاي غير الاهلي قادم. استنوا الاهلي واستنوا كل التدعيمات ان شاء الله، اللعيبه المصابه واللعيبه اللي هتيجي والمدير الفني الجديد. شكرا جدا لمحمد يوسف اللي بيقدم صوره ولا اروع للنادي الاهلي، وشكرا كمان على تحمله الموقف الصعب. لازم اكد شكري لمحمد يوسف النجم، محمد يوسف اللي شال الاهلي في فتره
صعبه جدا. الحمد لله مكسب مهم مع الثناء على الاداء ومع الثناء على مؤمن زكريا، لان كابتن سيد عبد الحفيظ يا مؤمن اكيد هتاخد غرامه على قلع التيشيرت، اكيد هو مش خايف على التيشيرت، يعني العضلات لسه مؤمن ما بنتش قوي، فكان خلينا في التيشيرت احسن. مبروك للنجم مؤمن زكريا، ان شاء الله يستمر في تالقه. ارحب بضيوفي الكرام مره ثانيه. كابتن ابراهيم مبروك واهلا بيك. كابتن ميدو الله يبارك فيك يا حبيبي، وحاجه جميله. واحنا قلنا النادي الاهلي ان شاء الله بتولي الانتصارات هياخد وضعه الاكيد في المركز الاول لو انتصر في كل الماتشات اللي متاجله له ان شاء الله. ان شاء الله انا قلت الاهلي في المركز الرابع، لان ان شاء الله الاهلي هيروح كمان المركز الاول باذن الله، لكن الاهلي في المركز الخامس على الورق دلوقتي. كابتن حشيش برحب بيك مره ثانيه والف مبروك. اهلا بيك يا ميدو. مبروك طبعا النادي الاهلي زي ما قلنا، بعيد عن الفنيات وما بنتكلمش على الفنيات، 3 بونت مهمين جدا في ظل الظروف. يمكن السيد عبد الحفيظ كمان يعني اتكلم في الحته دي، اصابات كتيره، يعني فتره تغيير برضو جهاز فني، الظروف دي كلها انك تكسب وتتولى الانتصارات دي حاجه كويسه بعيد عن المستوى الفني يعني. تمام كابتن بلال برحب بيك مره ثانيه والف مبروك. طبعا مبروك للنادي الاهلي، 3 نقاط في المقام الاول. كل ما بتكسب كل ما بتجيب الثقه، كل ما بتكسب كل ما الفرقه الثانيه بتقلق منك وبتخاف منك، كل ما بتكسب كل ما بتعمل ازمات وبتصدر ازمات للفريق المنافس بالنسبه لك. طول ما هو بيفكر وبيشوف ان انت جاي وراه في الطريق وان انت بتلاحقه مباراه ورا الثانيه، طول ما التوتر والقلق بيتصدر للفرقه الثانيه اللي بتنافسك. اكيد مع تحفظي على الفريق المنافس، بس ماشي عشان انا مش عايز اتكلم على الفرق، ما قلتش فريق، فرق يعني على الفرق. يعني في فرق متابعه، يعني كيف المتابع وليس المنافس. يعني كابتن ابراهيم الاهلي النهارده قدم اداء وان كان على فترات من المباراه، لكن الاهلي كان متسيد المباراه بصراحه. يعني اول مره اقول النجوم لا يستحق اي نقطه من اللقاء. لا هو لو اتكلمنا عن الشوط الاولاني، احنا كنا متوقعين مع الكباتن الكبار اللي معانا ان هو هيلعب زون ديفنس من نص ملعبه، وده حصل فعلا، ضيق المساحات على النادي الاهلي. وبالتالي طب استاذنك اخد بقى ابنك احمد سامي حبيبي مع كريم احمد الزميل كريم احمد معاه المدير الفني لنادي النجوم كابتن احمد سامي، اتفضل يا كريم. كل متابعينا ومتابعينا في البدايه وكل نجوم الاستوديو التحليلي كابتن احمد سامي طبعا المدير الفني فريق نادي النجوم، بقول لك هارد لك كابتن احمد. النهارده اداء طيب بالنسبه لفريق نادي النجوم النهارده. النادي الاهلي طبعا انت عارف يمكن بيدخل المباراه بتحديات كثير، عنده صعوبات كبيره جدا، بتشوف الجيم النهارده ازاي سواء اداء نادي النجوم وايضا. انا بسلم على الكابتن ميدو طبعا وبقول مبروك للنادي الاهلي، ادوا ماتش كويس وهارد لك لينا طبعا. يعني احنا حاولنا على قد ما نقدر، انا عارف الاهلي عنده نواقص كتير وفي ناس بتلعب في مراكز مختلفه، هي دي كانت مقصره شويه. فانا بدات الماتش بحاول على قد ما اقدر الاهلي ما يبداش هجمه من تحت ويبني، مش عايز ادي ثقه ليهم، ونجحت اول 25 دقيقه يعني لغايه الاهلي ما جاب الجون من غلطه مننا برضو، تمركزات اتقطعت من الباك ليفت، اتردت بين السيرد باكين، مروان استغلها في كره مرتده مع انها كانت هجمه ليا. طبعا حته لما بيخش جون في الفرقه لسه برضو اللعيبه عندي صغيره، لعيبه كويسه جدا، بس يعني برضو لما يخش فيهم بيلعبوا اول مره، في ناس كتير جدا من الفرقه غير صلاح وفتح الله واحمد سعد اول مره يقابلوا الاهلي في الدوري. فدي انا بالنسبه لي يعني انا شايف ان 17 بونت في نهايه الدور الاولاني مش وحش، نقدر نبني عليها الدور الثاني، واللعيبه يكون اصلا شخصيتها خدت على الاجواء شويه. عايزك كمان اسالك بخبرتك بقى كابتن احمد، بالنسبه للنادي الاهلي وجود مدير فني جديد مستر مارتن لاسارتي القاده الفنيه للنادي الاهلي، شايف الفتره دي ازاي مع مستر مارتن؟ النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان محتاج الفوز ومحتاج الانتصارات، بدا يدخل واحده واحده، بتشوف ده بيدي ثقه وبيدي استقرار يساعد اللعيبه ويساعد الجهاز؟ انا شايف الجهاز كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان ادوا الفتره الانتقاليه دي بشكل كويس، يجي حتى المدير الفني يشتغل بثقه اكتر وما يبقاش فيه صربعه وما يبقاش فيه كهرباء. الانتصارات يعني هو كسب 3-4 ماتشات ورا بعض، فدي بتدي فرصه للاعيبه النادي الاهلي يرجع لها الثقه، وللمدير الفني ما يشتغلش تحت ضغط شويه. شكرا جدا كابتن، شكرا جدا. بنشكر اكيد الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق نادي النجوم، ادوا اداء جيد النهارده بالنسبه ليه طبعا كل الظروف المحيطه بيه او ايضا كمان الامكانيات الخاصه بيه نادي النجوم. النادي الاهلي كالعاده بيدخل هدفه الاول والاخير هو الحصول على 3 نقاط، النهارده يمكن اداء كان قوي ويمكن اشاد بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ وشكر اللعيبه بشكل كبير جدا، لان في مجهود بيبذل، في تلاحم كبير للمباريات خلال الفتره اللي فاتت، وايضا كمان اكدنا وقلنا كابتن ميدو التقاط الانفاس يمكن شيء مهم جدا. النادي الاهلي مباراه تاجيل ان هي تبقى يوم 23 مش يوم 21،
ده بيدي شويه للجهاز الفني بعض التقاط الانفاس لعيبه النادي الاهلي. بنتمنى ان شاء الله تكون استفاده خلال اليومين الجايين دول لفريق النادي الاهلي على ان شاء الله باذن الله زي ما اكد الكابتن سيد عبد الحفيظ هيكون سفر فريق النادي الاهلي يوم الخميس. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه. النهارده النادي الاهلي هيغلق هذه الصفحه بكل ما فيها من اصابات من غيابات من اهدار فرص كثيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في لعبتنا. مباراه جيما بطل اثيوبيا تصعدنا ان شاء الله لدور ال 16. مستمرين معاك يا كابتن ميدو ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون معانا لعيبه النادي الاهلي الكابتن محمد يوسف في خلال لحظات ان شاء الله. يا كابتن ميدو برجع لك وبرجع لكل نجوم استوديو التحليل. شكرا جدا يا كريم، ومستنين كابتن محمد يوسف، مستنين كمان مروان لو تعرف تقول لنا اي نجم من نجوم النادي الاهلي نبارك له. لكن يلا تعالوا افكركم بالهدفين اللي احرزهم النادي الاهلي بسرعه في شباك نادي النجوم. الهدف الاول كان لمروان محسن. يلا سمير لو جاهز زي ما حضراتكم شايفين. لا هات بقى الهدف عشان الكابتن ابراهيم يتكلم عليه ونجوم الاستوديو التحليلي يتكلموا عليه. ده كان احمد الشيخ وعمل ثرو باس ولا اروع من كده مع تحرك لمروان. اتفضل يا كابتن ابراهيم. تمريره ممتازه من احمد الشيخ، من احمد الشيخ لمروان محسن. مروان محسن كان متمركز بطريقه جيده جدا في خطوتين قبل كل ما الظاهر بقى سمير في حاجه بقى. يلا يلا نروح بسرعه. موجود ولا لسه؟ جاهز؟ يلا كريم احمد اهلا بيك، ومعاه مؤمن زكريا النجم. مؤمن زكريا مبروك، بارك له يا كريم، واكيد كل الاهلاويه مبسوطين بالهدف وان شاء الله يبقى فتحه خير عليه ويبقى كل المباريات اللي جايه ان شاء الله يسجل فيها اهداف. اتفضل يا كريم. مرحبا بك يا كابتن ميدو في البدايه وكل مشاهديك ومتابعيك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن مؤمن زكريا، بقول لك الحمد لله على السلامه. كالعاده منتظرين اهدافك يا كابتن مؤمن. انا عارف ان الفتره اللي جايه ان شاء الله، الفتره اللي فاتت شغال عليها بشكل كبير، عندك تحديات كبيره جدا بينك وبين نفسك، بتشوف الفتره اللي جايه ازاي وبتشوف النهارده الجيم الاول ازاي يا كابتن مؤمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب على الاستوديو كابتن حميد. الحمد لله يعني مكسب كويس. شهر الدوري لسه طويل، انت بتكسب المؤجلات لسه كمان عندك دور تاني، لسه مشوار طويل. الحمد لله يعني كل ما انت بتكسب المؤجلات بتقرب لمكانك الطبيعي للهدف اللي انت عايز توصل له هو الدوري. فالحمد لله يعني مش كلها هتبقى صعبه الفتره الجايه في ظل انت عندك ضغط المباريات، فده هتبقى صعب الامور شويه، غير ان انت كنت بتلعب كل مثلا في الاسبوع ماتشين، لا انت بتلعب ثلاثه بافريقيا. بس ان شاء الله باذن الله يعني زي ما قلت لك البطوله هتبقى صعبه السنه دي، بس ان شاء الله نوصل لمكاننا الطبيعي ونقدر نحقق بطوله الدوري. يعني ان الفتره اللي فاتت انت ما طلعتش معانا خالص وما بتعملش لقاءات ويمكن بعيد كل البعد عن الاعلام، ودي يمكن ده شيء مطلوب بالنسبه لك يا مؤمن، لان هدفك التركيز. وانا بنتابعك في التدريبات كابتن يوسف بيحاول ان هو يأهلك بشكل كبير، انت كمان بتشتغل على نفسك بشكل كبير. الاول الفتره دي بتمثلك ايه؟ لان اللي جاي احسن ان شاء الله يا مؤمن. لا اكيد انا عامه ما بحبش الزور خالص، حتى ما بطلعش، حتى انا بقالي اربع شهور من ساعه موضوع التجديد حتى ما بتكلمش ولا اي حاجه، ما بركزش في الحاجات دي. يعني اتمرن واجتهد وزي ما اقول لك هي هتجي لك لوحدك بتوفيق ربنا. يعني الحمد لله الواحد نزل ثلاث دقايق الماتش اللي فات، كنت لسه وكنت بعيد عن الماتشات، والحمد لله ثلاث دقايق الماتشات، فان شاء الله تبقى خطوه كويسه ان الواحد يرجع للمستوى ويلعب ثاني بصفه اساسيه، ويقدر في الاول وفي الاخر ان هو يخدم النادي الاهلي ويساعد زمايله ان انت تحقق بطوله الدوري ان شاء الله. اكيد في احاديث مع الكابتن يوسف والكابتن سيد بيتكلموا معاك بشكل كبير جدا، الاحاديث عن ايه او التركيز معاك عن ايه يا كابتن؟ لا يعني كابتن سعيد اول ما جه وبصراحه هو كابتن يوسف مسك مدير فني كانوا هم بيكلموني. انا كابتن يوسف عاملين لي برنامج ان انا كنت بعيد الفتره اللي فاتت ما بشاركش خالص، حتى ما كنت في اوقات خلاص مش عايز اتكلم. لا 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 بيبقى في كل واحد كان عايش ضغوط الفتره اللي فاتت صعبه. كابتن ميدو بيقول لك قول، كابتن ميدو بيقول لك قول. لا الواحد كان عايش في ضغوط صعبه، كلام اقاويل كتيره. طب الكلام اللي كان بيتقال فين الحقيقه فين؟ يعني انا ساكت وما بتكلمش خالص، بس جه وقت ان انا عايز اتكلم، بس الفتره دي مش هقدر اتكلم وبتاع في ظل ان احنا عندنا بطوله مهمه وماتشات مهمه. هيجي وقت مناسب واوضح الحقيقه، واكيد الحقيقه باينت ان انا يعني وقعت من النادي ان انا كنت ماضي في حته ثانيه وعملت في حته ثانيه وخدت فلوس، الكلام ده مش صح، فده غلط يعني لدرجه ان والدي صدق ان انا مضيت في حته. ودي انا شكيت في نفسي ان هو مضيت مثلا واحد تاني مضى ولا اي حاجه. يعني سبحان الله. يعني بص هقول لك حاجه، الفتره اللي فاتت الواحد اتعلم منها كتير، الضغوط الواحد كان عايش في ضغوط الفتره اللي فاتت الحمد لله ده كرم من عند ربنا كويس ان الواحد رجع شويه شويه، لسه يعني ما كملش ان انا ب 100% اقدر العب مباراه بشكل طبيعي. واحده واحده وخطوه خطوه ان شاء الله ترجع لمكانك الطبيعي وتلعب بصفه اساسيه. كريم عايزين نسال مؤمن يا كريم لو سمحت. كان واضح خلال الفتره اللي فاتت
الاول كابتن ميدو عايز اسال سؤال، اتفضل يا كابتن ميدو. يعني مؤمن تمركزه في الهدف، ودي التمركز اللي بيعمله مؤمن او اللي عمله النهارده بيعمله في معظم الاهداف اللي جابها، تمركزه في الهدف، خد خطوه لورا قبل ما السرو باص يجيله اساسا. كان مين اللي عمل السرو باص يا بلال؟ قبل ما ناصر ماهر يعمل الكروس هو واخد تمركز وخد خطوه لورا زي ما يكون عارف ان الكوره هتجيله. هل كان متوقع ان هو يحرز هدف؟ وبعدين قول له لما قلع التيشيرت العضلات بتاعته فين؟ انا هاخد اخر سؤال، هل كان معلقة التيشيرت العضلات بتاعتك فين؟ لا ده الضغط لسه واحده واحده لسه. يعني مثلا الماتش ده يعني يعتبر 6 دقايق مثلا من شهرين، بعيد خالص. لا شهرين كتير، حتى ده في اوقات كنتش بشارك مثلا في التقسيمه، ما اعرفش ليه يعني حاجات. خليني ساكت احسن، خليني ساكت ما اتكلمش. الواحد يعني الحمد لله. كابتن سيد لازم ناخد منك كلمه سريعه. كابتن سيد كلمه، لا كلمه المؤمن، كلمه المؤمن يا كابتن سيد. طبعا يمكن انا كابتن سيد كنت بسجل معاه من لحظات اشاد بيك بشكل كبير جدا. قال يمكن مؤمن عنده مجهود كبير وعنده اصرار كبير محتاجينه الفتره اللي جايه، ويمكن اشاده كبيره من كابتن سيد، وانا عارف ان كابتن سيد بيمثل لك حاجات كتيره جدا يا كابتن مؤمن. كابتن سيد يعني اول يوم لي اصل كابتن سيد عايشين 4 سنين او 5 سنين، يعني اول يوم ما كنتش متواجد في النادي كنت بعمل عمره، فكلمني على الساعه 12 الظهر. انا اول حقيقه بقى سجلني على الساعه 12 الظهر، انت فين؟ قلت له يا كابتن انا في عمره وكده. قال لي طب خلاص اول ما ترجع انا عايزك تكلم على الظهر. رجعت كنت راجع يوم السبت بالظبط، رجعت رجعت متاخر يعني، وكان عندها تمرين الصبح، فقابلته في النادي فقال لي انت استحاله تكون هتمشي من النادي، انت راجل انا محتاجه، راجل عارفه كويس كشخصيه النادي الاهلي. يعني كابتن سيد تربيت على علاقه كويسه حتى بكابتن يوسف، كابتن يوسف مسك مدير فني، يعني الراجل كان عامل لي برنامج اسبوعين تمرين الصبح وبعد الظهر، ساعدني بشكل كويس ان انا اظهر. الفتره اللي فاتت كنت ما اعرفش كان ايه السبب ان انا بطلع بره او ان انا ما بخشش وان انا ما بشاركش، دي كانت مش مني خالص. المشكله ان كانت بتقال اسباب فنيه، يعني الاسباب الفنيه كانت بتقال عليا انا بس، لكن حتى انا ما كانش فيها اسباب فنيه. فالواحد يعني الحمد لله صبر واجتهد واتمرن لسه برضك، يعني عشان توصل للفورمه اللي انت كنت الناس عارفاك فيها لسه واحده واحده، الناس تقف جنبي، اللعيبه مساعداني في التمرين، الجهاز مساعدني في التمرين، امن الناس ان شاء الله، الجمهور يقف جنبي في ظهري تاني. داخلين على مرحله صعبه وان شاء الله تبقى حاجه كويسه للنادي الاهلي. السؤال بقى تكملته الجون، انت يمكن خدت خطوه ورا في الجون، كان كابتن ميدو بيكلمك على الجون، خدت يعني قول لي الجون جه ازاي، وانت الخطوه اللي انت خدتها ورا دي كنت حاسس ان هي هتجيلك في الحته دي؟ ماما بص يا كابتن ميدو، والله حتى كنت بتكلم مع باسم قبل الماتش، في كرة في الشوط الاولاني اتلعبت بالعرض من سوليا، يعني مش عارف مين اللي نزل تحت، فقلت له كان لازم يقطع، وسبحان الله الحاجات دي توفيق. واللي زودني فيها قوي 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 بصراحه يعني عماد متعب. عماد قال لي بص لازم في اماكن تقف فيها في حتت معينه في اوقات معينه. يعني عماد بصراحه كان وكمان بقول له شكرا ان هو كان يكلمني النهارده وقال لي لو عرفت هتجيب جون فبشكره، ويا ريت تكلمني على طول يا عماد، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. في امام ان شاء الله كلنا في ظهرك، جمهور النادي الاهلي في ظهرك الفتره اللي جايه باذن الله، يكون من نصيبك كمان. الله باذن الله حبيبك يا محمد، ربنا يخليك. كابتن يوسف معايا، كابتن ميدو يعني لقاءات كتير النهارده طبعا في استاد السلام بعد فوز النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف النهارده ببارك لك يا كابتن يوسف، اكيد من حق اللعيبه النهارده على المجهود الكبير خلال المباراه دي، وزي ما قلنا كمان يمكن 23 مباراه جيمه دي هتلتقط بعض الانفاس شويه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. كابتن يوسف لكن اسالك تقييمك الفني للمباراه، ادائنا النهارده فرص كتير بتضيع، لكن ده فنيا على ما اعتقد كويس ومش كويس في نفس الوقت يا كابتن يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك للعيبه النهارده. رجاله خرجنا بالهدف من المباراه، انا شايف ان ادائنا مميز على مدار ال 90 دقيقه. عايز اقول ان احنا كل يوم بنكسب مكاسب، يعني النهارده الحمد لله غير الـ3 نقاط باسم بيحط رجله، مؤمن زكريا النهارده هدف جميل احرازه، فبيرجع برضو بيبقى ليه تواجد قوي. عندك في ناس علي لطفي النهارده برضو في اصابه شريف وعوده الشناوي، فادينا لعلي برضو ايجابيات انه يرجع له الثقه، كان ظهر بفتره قبل كده يعني كان فيها، لكن علي من الحراس مرمى المميزين. مروان النهارده برضو بيحرز هدف، ازارو بيرجع لك بعد فتره، فالحمد لله ماشيين بشكل كويس. طبعا لعيبة الباقية شغالة بشكل كويس، يمكن فترة كانت يومين ما بين مباراة الجمعة والنهاردة ويومين صعبين جدا في الاستشفاء، لكن أنا بحيي اللعيبة النهاردة، قدرنا نتحكم في المباراة، قدرنا نشتغل في الوقت اللي احنا محتاجين نشتغل فيه. الفرص طبعا اللي وصلنا لها
يعني كنت اطمع بجانب الفرص اللي قبل كده حصلت، لكن انا صرحت وقلت قبل كده صعب جدا اشتغل تخصصي على الفترات اللي هي بين المباريات، مش قادرين نعمل اي حاجه غير ان يبقى استشفاء للعيبه واطالات ونريح اللعيبه عشان يقدروا يلعبوا بعد 48 او 72 ساعه. بقول شكرا طبعا للعيبه، عملوا مجهود كويس النهارده، وفي نفس الوقت الاستغلال الفرص دي هتيجي، ما حدش بيحب يضيع فرصه، اكيد كل واحد فيهم بيبقى عايز يجيب جون. ازار النهارده جات له كورتين خصوصا لبطن رجله بالكره اللي اتعملت من ناصر ماهر بالعرض كانت جميله جدا يحطها، لكن ازاره من النقاط القوه عندنا في الفرقه. مروان ماشي بشكل كويس، كل ما انت بتكسب مكاسب وبتدي ثقه كل ما احسن، ونجمع نفسنا. عندنا الفتره الجايه فتره صعبه، نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين فيها. زي ما شكرنا اللعيبه لازم نشكر الكابتن محمد يوسف خلال الفتره اللي فاتت، يمكن توليت المسؤوليه في ظروف صعبه جدا وغيابات، وكانت ظروف محيطه فريق النادي الاهلي، لكن انكار ذات كبير جدا من الكابتن محمد يوسف، هدفه هو النادي الاهلي، كل الامور المحيطه خلف دار الكابتن محمد يوسف، مسؤوليه فنيه كانت كبيره جدا، اداء ودوده كابتن يوسف. استنى الحمد لله، يعني بشكر المسؤولين في النادي وثقتهم فيا، وانا صرحت قبل كده وقلت ما عنديش حسابات مع النادي الاهلي، انا تحت امر النادي الاهلي، مدرب عام، مدير فني، مساعد، يعني ما بعملش حسابات خالص، ودي يمكن يعني حاجه انا شخصيا بتريحني نفسيا، لان انا ما انساش الفضل بتاع النادي عليا، هو انا كنت لاعب وانا مدرب، وفي نفس الوقت نتمنى ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله مع مستر مارتن نكون موفقين ونقدر نرجع تاني ونقدر نحط خطواتنا اللي تخلينا ان شاء الله يعني عندنا ثلاث بطولات مهمين جدا، سواء دوري عام، سواء بطوله افريقيا الجديده، سواء كاس مصر سوبر، ان شاء الله عندنا اكتر من بطوله نقدر ان احنا نتوج بيها ان شاء الله. فانا بتمنى ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه المصابين يرجعوا لنا، تدعيمات تتعامل، ومتفائل ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى كويسه ان شاء الله. وتاخيرا تم تحديد السفر خلاص يا كابتن يوسف يوم 19، المباراه بقت 23. فوجئنا النهارده طبعا يمكن قبل المباراه بساعات قليله ان المباراه اتاجلت من يوم الجمعه ليوم الاحد، فغيرنا البرنامج خالص بقى طبعا بالنسبه للسفر، ادينا راحه بكره، ما كناش هنريح، كنا مدينا راحه بكره، كنا هنسافر على طول بكره، لكن غيرنا بقى البرنامج كله فادينا راحه والسفر اتاجل. ان شاء الله هنلعب يوم 23 ان شاء الله في اديس ابابا، فنتمنى مباراه مهمه جدا، مباراه عوده، لازم نحترم فريق بطل اثيوبيا بشكل قوي، ولازم نجهز نفسنا من دلوقتي للمباراه، مش هتبقى سهله، لان احنا صعبناها على نفسنا هنا، لو كنا استغلينا فرصتين ثلاثه، ممكن قلت للعيبه بعد المباراه لو كنا استغلينا فرصتين ثلاثه من التسع فرص اللي جولنا وحاجات كلها سهله كنا نقتل المباراه بشكل قوي، لكن ايا كان كره القدم فيها كل حاجه، احنا مهم جدا نركز ونشتغل على مباراه العوده ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله. اتفضل يا كابتن ميدو. يعني بارك للكابتن يوسف، انت سالته سؤال مهم جدا او اثنيت على كابتن يوسف، وهو كمان يوسف احد المكاسب اللي كسبها النادي الاهلي خلال الفتره دي، ولازم نديله حقه. الراجل كمان عندك مدرب بيتحمل مسؤوليه على قدر هذه المسؤوليه الكبيره جدا واللي اتحملها على عاتقه رغم انتقادات ناس كتير جدا جدا، لكن يوسف قدر ان هو يخلي السفينه على بر الامان، وقدر ان هو يحط الاهلي في مكانته الطبيعيه اللي استحقاها، وكمان هيخلي الراجل يدخل مطمن جدا على فريق الكوره في النادي الاهلي، فلازم نديله حق. يمكن كابتن ميدو بياكد على كلامي، بيقول لازم ندي الحق كابتن محمد يوسف خلال الفتره اللي فاتت، يمكن الراجل خلاص المدير الفني جاي يتولى المسؤوليه والفرقه جاهزه، المصابين بتعود، في تاهيل نفسي كان كبير من كابتن محمد يوسف. كابتن ميدو بياكد على كلام ان كابتن يوسف قام بدور كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. الحمد لله الحمد لله، يعني احنا لسه يعني زي ما بقول وقلت لك قبل كده خير النادي علينا، واحنا وانا تحت امر مجلس الاداره، وبنشتغل بكل حب وبكل تفاني في خدمة النادي. في كرة القدم ما تعملش حسابات، أنا دايماً كرة القدم ما تعملش فيها حسابات، أنت أهم حاجة تجتهد، أهم حاجة تبذل أقصى ما في وسعك، وبعد كده ربنا بيكرم وربنا بيدي كل واحد حسب مجهوده وحسب تعبه. أنا بشكر ميدو جداً وبشكر الاستوديو كله طبعاً، يعني على إحساسهم وتقديرهم للمجهود اللي الواحد بذله الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت إحنا مكملين وشغالين مع الجهاز وكلنا بنشتغل تيم وورك كلنا مع بعض. واهم حاجه هدفنا النادي الاهلي يبقى في المقدمه دائما. يا كابتن يوسف الف مبروك. ربنا يخليك، شكرا.
بنبارك اكيد للكابتن محمد يوسف. بينضم لي كمان كريم نيدفيد واحد من نجوم النادي الاهلي. الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت دور كبير جدا، مجهود كبير جدا من كريم نيدفيد. باك رايت تلاقيه، هاف رايت تلاقيه، باك ليفت تلاقيه، حاجه يمكن مشرفه جدا. هم دول اولاد النادي الاهلي. كابتن كريم ببارك لك الاول على اداء خلال الفتره اللي فاتت، تحملت المسؤوليه بشكل كبير، اصابات كتيره جدا بتتحط في مكان بتادي، جمهور النادي الاهلي اشاد بيه خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. حابب تقولي الاول على دورك وادائك الكبير ده كابتن. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، برحب في الناس في الاستوديو موجودين، كابتن ميدو، بشكر ربنا طبعا على الواحد الاداء اللي هو مادي بيه وماشي بيه بصوره كويسه، وبنشكر جمهور النادي الاهلي اللي هو واقف في ظهري ودعمني بصوره كبيره في الفتره الاخيره بعد فتره هجوم كبيره، بس الحمد لله كانوا موجودين في ظهري وهم دول ليهم سبب كبير ان انا ابقى موجود بالصوره دي. موضوع اللي انا بلعب في كذا مكان ده انا بعمل عليا بتمرن، الكابتن يوسف بيطلبوا مني بادي سواء باك رايد ديفندر اي مكان الواحد بيعمل عليه فيه بيادي بيحاول يطلع باحسن صوره، وفي الاول وفي الاخر ده توفيق ربنا الحمد لله. واحد من ابناء النادي الاهلي كريم بتشوف المرحله دي ازاي؟ في تحديات كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، بيبقى عندنا بعض الظروف المحيطه بالفريق سواء من اخفاق من بطولتين، اصابات كثيره جدا بتضرب فريق النادي الاهلي، الامر ده بينعكس عليكم وبيقلب دوافع بشكل كبير جدا معاك يا كريم. وفي الاول وفي الاخر الظروف دي بتبقى موجوده في اي فريق في اي حته في العالم كله، بس لازم كفرقه او كتيم لازم نتحد كلنا ونعوض غياب اي حد موجود. احنا كلنا لعيبه كويسه واي لعيب موجود في النادي الاهلي ده قد المسؤوليه ويقدر يلعب ويقدر يشيل النادي، فالغيابات موجوده في اي حته، طبيعي ان يبقى عندك غيابات في وقت معين بسبب نتيجه لسبب ضغط ماتشات بطولات كانت كتير في وقت قليل، فلازم الفرقه كلها تبقى جاهزه، معظم اللعيبه تبقى جاهزه عشان في اي وقت هتلاقي ان اللعيبه دي موجوده. شفنا كان بطوله افريقيا في ناس بتلعب دلوقتي هي مش موجوده خالص، ناس ثانيه اللي بتلعب، ده النتيجه والفرقه بتكسب وماشيه، النتيجه ان اللعيبه كلها مركزه من وقتها نفسها بتتمرن، فباين في الاداء كله في الملعب. يعني المدير الفني الجديد مستر مارتن لاسارتي زي ما قلنا واكدنا استقرار فني، جهاز فني متميز جدا، دور كبير عليكم يا كريم كلاعيبه ودور كبير على جمهور النادي الاهلي، الدعم لكل لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، لكن لو باخد منك للجمهور الدور الكبير اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. هو طبعا لجمهور النادي الاهلي دور كبير، في مدير فني جديد جاي لسه احنا ما نعرفوش، نتمنى له طبعا التوفيق ونتمنى للعيبه كلها التوفيق، بس نتمنى من الجمهور ان هو يدعمنا ويبقى في ظهرنا الفتره الجايه دي باذن الله، واحنا نوعد الجمهور بصوره تبقى احسن من كده باذن الله الفتره الجايه. الف مبروك يا كريم. بنشكر اكيد الكابتن كريم، الكابتن محمد يوسف، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الجميع الحقيقه، يمكن زي ما اكدنا وقلنا دور كبير جدا بيبذل من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، زي ما اكدنا وقلنا كابتن ميدو دور المدير الفني كبير جدا خلال الفتره القادمه، والدور الاكبر هو دور اللاعبين وجمهور النادي الاهلي. بلقاء كريم نيدفيد بتكون انتهت كواليسنا ولقاءاتنا هنا في استاد السلام بعد فوز فريق النادي الاهلي على نادي النجوم، على امل ان شاء الله كابتن ميدو مباراه العوده جيما بطل اثيوبيا تاجلت يوم 23، السفر يوم 19. كل التوفيق للنادي الاهلي، الجميع على قلب رجل واحد، وباذن الله تكون انطلاقه جيده وقويه في البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جدا ليك يا كريم، ودايما مميز ودايما بتغطي الاحداث على احسن ما يكون. كريم نيدفيد نجم كبير جدا، مهما اتكلمت عليه كان يا نيدفيد بصراحه عمري ما هدي لك حقك، يعني شخصيه استحملت نقد كتير من ناس كتير وكنت منهم انا كمان، استحملت نقد من حتى جماهير النادي الاهلي، لكن رجعت بقوه شخصيتك زي ما قال بلال وانت بتتكلم، بقول له كريم مهما اقول عليه قال لي شخصيه قويه جدا وتفاني، وابن الاهلي كمان محمد يوسف يعني أمثلة فعلا لأولاد الأهلي، نفسنا يكون كل لعيبة وكل لعيبة هم فعلا كده دايما على قدر المسؤولية. أرجع أفكركم بالهدفين تاني عشان كابتن إبراهيم يتكلم عليهم ونجوم السود التحليلي يتكلموا عليهم. الهدف الأول يلا سمير كان للنجم الكبير مروان محسن اللي قلت لحضراتكم إن هو بيسترد وبيستعيد ذاكرة الأهداف الجميلة. مروان محسن أحرز هدف ولا أروع المباراة اللي فاتت، وأيضا الهدف بتاع النهارده هدف جميل جدا جدا، عمل كده زي اللب من فوق حارس المرمى صعبة جدا لكن عمل سبرنت وجاب الكرة هدف. يلا سمير نستعرض الهدف مع المشاهدين الكرام، اتفضل يا كابتن. احمد الشيخ من نص الملعب، واضح ان في تواصل فكري بين احمد الشيخ وبين مروان محسن. مروان محسن الحقيقه خد خطوتين عشان يتجنب اللي هو في الاوفسايد، المدافع جه معاه وساعه التمريره بعد التمريره قدر ياخد الخطوتين اللي قدام على ما المدافع لف الكرة، كانت برغم انها كانت طويله انما مروان محسن لحقها، والحقيقه ملهاش حل الا انه يعملها كده. طبعا الحارس تاخر انه يطلع يقابلها، ادى فرصه لمروان محسن انه يلحقها،
ويسددها في الجون، وخدمته انها جت في العارضه ودخلت الهدف، مكافاه ليه تمام. انه متميز في الماتشات اللي فاتت، فتكمله لتميزه يعني، ربنا كرمه بالهدف اللي حطه يعني. تمام كابتن حشيش، لو تحب تعلق على الهدف ده قبل ما نروح للهدف الثاني. لو قلنا من البدايه ان في الاثنين المساكين بتوع النجوم فيهم نوع من انواع البط، تمام جميل، وظهر جدا في الكره دي اللي استغلها احمد، كان دفاع متقدم نوعا ما بالظبط كده. وبعدين في مساك من المساكين حتى هو يجري مع مروان ولا يقف يكشف اوفسايد فما لحقش. غير كده برضو اللي ساعد على الموضوع دوت ان الجون برضو ما توقعش الكوره من بدري، لو كان توقع من بدري مثلا كان ممكن لعب كان يعني كان البوزيشن بتاعه او التمركز بتاعه كان خاطئ بالظبط. وسرعه طبعا مؤمن ومروان وانه حط الكره كده ما كانش ينفع يحطها غير كده يعني. تمام. السبرنت مع الكنترول يا بلال بيبقى صعب شويه، لكن مروان عملها حلوه قوي. لا كمان تعديل الجسم وتعديل الحركه بتاعته يعني. انت لو جبت الجول ده من الاول، معلش سمير بعد اذنك، لا انا عايز الكادر هو مفتوح. لا الكادر، بص الكادر نفسه هو مفتوح، هتشوف ان مروان محسن عدل من الحركه بتاعته. مروان محسن كان في الاتجاه الثاني، عدل نفسه عشان قبل ما ياخد السبرنت عشان يدي نفسه الفرصه ان هو يتحرك بشكل كويس. هي بص هتيجي في الاعاده يعني. انت لو بتعيد يعني، لا مش دي، بص هو كده بعد ما اتحرك، هو الاول كان هو الستوبر اللي كان في النص كان هو قبليه من ناحيه اليمين، عدل من حركته وابتدى يتحرك على الجول. وهي دي خد بالك، هو استغلال خطوه بالظبط يعني، خطوة استغلال البوزيشن الخاطئ بتاع السنتر باكس، وانت كمهاجم تقدر تستغل الخطا بتاعهم. احسن حاجه انت عايزها العمق الدفاعي بتاعهم. اه بالظبط، الربط كمان ما بينك وما بين احمد الشيخ وانت عارف. اي بالظبط، هي دي بص التعديله بقى. خدوا اللي بره وعدل نفسه عشان يقدر يتحرك بالظبط. تمام. كمان اللي هو خلاص خلى السنتر باك بره الدفاع، المدافع خلى بره الكوره بالظبط. بص جيب. على المساك اللي انا بقول لك عليه، وقف جيري وراح واقف على اساس يكشف فما لحقش. هو اصلا مش شايفه يا كابتن، هو مش شايفه من بعد بعد ما مروان عدل من جسمه خلاص، من وضعه خلاص هو مش شايفه. كمان حطت الكوره، حطها يمكن الحمد لله فيها توفيق شويه، كان ممكن يحطها بوش رجل خارجي، ولكن هو خلاص يعني اخر. بص هي دي، شايف هي دي اللي انا بتكلم عليها. بس خطا ساذج قوي من المدافعين يا بلال. بص يعني خطا ساذج جدا. احنا اتكلمنا عن المدافعين قبل الماتش، وقلنا عندهم مشكله كبيره جدا في العمق الدفاع بتاعهم، محمود فتح الله واحمد ربيع. هم الاثنين لعيبه كره كويسين تمام، ولكن التمركز خاطئ جدا. البطء في الحركه كمان بالظبط موجود. وهتلاحظ الكلام ده الشوط الثاني لما وليد ازارو ابتدى ينزل، بقت كل الكره صحيح. كل سبرنتس كلها لصالح وليد ازارو، كل فرق السرعات كلها لصالح وليد ازارو. الاهلي لما كان بيلعب بالعمق، الاهلي النهارده لو كان كتر كمان من اللعب في العمق ممكن يسجل اهداف كتيره جدا جدا. تمام. هتلاقي الهدف الثاني يا سمير، ابدا بيك يا بلال. المره دي نشوف الهدف الثاني، هدف كان فيه لعب كوره وكان فيه تحركات، وكان مؤمن عمل حاجه اوريها لك بلال، حاجه غريبه جدا. مؤمن وناصر مالي بيلعب الثرو باس، عدل نفسه على اساس ان الكوره هتجيله، مع انها الكوره كانت بعيده عنه خالص. يلا اتفضل يا بلال. ده طبعا ده يعني ده التحرر اللي اشتغل عليه ناصر ماهر كتير جدا في المباراه. بص مؤمن عمل ايه؟ بص مؤمن عمل ايه؟ مؤمن هو رجع لورا. بص 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 هو رجع لورا. بص غريبه جدا، رجع لورا، ولما جات له طبعا اتصرف فيها بشكل كويس قوي قوي. حطها يعني هو الفكره كلها ان هو يتصرف فيها، لا حطها في الضيقه قريبه. هي انا بسميها ايوه، هي الضيقه فعلا بالظبط. تمام. يعني الجول الزاويه اللي الجول بيقفلها او بيضيقها، فاهم قصدي؟ وخد بالك، عايز اقول لك على حاجه، ممكن لو كان حطها في البعيده كان ممكن الجول يجيب، لان خد بالك التوقع بالنسبه لحارس المرمى بنسبه 90% انه يحطها في الزاويه البعيده بالظبط. عشان كده بقول لك فيها ذكاء من المؤمن انه يحطها في الزاويه. ايوه انت عارف كده. هي قبل ما نتكلم عن المؤمن نتكلم على ناصر. ناصر والله العظيم التحرر يعني لا الوقوف على الكوره، الاتقان في تمرير الكوره، مش اربعه بالظبط، اتفضل موجهه يعني، تمريره موجهه بالاولا الاول رقص رقيصه جميله، كان ممكن يعمل كوره واحده ممكن يعملها على طول برجله اليمين، انما ارجع بيها ثاني يا سمير للكابتن ابراهيم. يعني نشوف ناصر ماهر وطلع بكوره، لا لما يرجع عليها طبعا مفيش تسلل خالص، هي الكوره ماشيه، لا مفيش تسلل، متحرك بعد الكوره. كابتن عوده هيبقى معانا كمان شويه، كابتن عوده هيتخانق معانا النهارده. الاستلام جيد جدا، كان عامل واحده زيها بالظبط، خد المدافع في ظهره اي لمسه، كان ممكن بقى يعمل من هنا، قدر يعمل فينت عليه موجهه بقى بالزبط. ده اللي انا بقول عليه، الكوره العرضيه بتبقى موجهه لحد مش للمكان، حاططها للسوليه الثانيه من لمسه واحده. طبعا
كنت عايز اتكلم برضه على رؤوس الحربه اللي انا قلت لاحمد ان انا هتكلم بعديك. تمركز رؤوس الحربه مهم قوي، اختيار المكان جوه ال 18. يعني عماد متعب كان متميز هو في القصه دي. قال لك انا عماد كان بيقول عماد متعب كان متميز في القصه دي، بياخد الجانب الاعمى دايما بيحط منه اهداف، وبلال كان بيعمل كده، وبالتالي يعني تعليماته لمؤمن جابت نتيجه. صحيح. يعني مؤمن بيتمركز في الجانب الاعمى دايما، والحته اللي بيقف فيها فعلا بيحط دايما منها اهداف. بالظبط. فالحقيقه ناصر ماهر بالذات انا بهديله الجنده هو اللي عمل بالظبط. كابتن حشيش انا عايزك تراقب مؤمن بس من اول ما ناصر ماهر عمل بدا يلم الكوره تانية يا سمير لو سمحت، وشوف مؤمن عمل ايه حاجات بصراحه مش طبيعيه. هو طبعا في البدايه كنترول كويس قوي من ناصر ماهر، اكيد كنترول يعني بسبرنت بحطت الراجل في الكوره بالسبرنت ده هو الجول، خد الراجل وبعدين بص مؤمن بقى بص لقى ان في مدافعين من النجوم موجودين، فقطم لجوه وحب يضمنها يلعبها لواحد شايفه يجي بوشه. الاهم من كده كمان هي لما اتلعبت الحركه بتاعت مؤمن ده مش من اتلعبت ده من ونص طبعًا جاي طبعا ونص جاي. ارجع تاني يا سمير بقى لكابتن حشيش يشوف تمركز مؤمن تحديدا. هو طبعا متوقع مستني، بس انا عجبني فيه كمان ان هو خد الخطوتين اللي رجع فيهم ورا كمان عشان يهرب برده من الاوفسايد. دي غريبه دي يعني دي غريبه. بص هتحس ان هي وهي بتتلعب لورا خد الخطوتين يا كابتن ابراهيم عشان ما يبقاش في الاوفسايد. بص دي الخبرات يا حشيش، دي الخبرات اللي احنا بنقولها بقى اللي بيكتسبوها بتوالي المباريات. يعني بص القطمه وبعدين لاعب خد الخطوتين لورا ايوه للسلايه. بص مهم بيطلع من الاوفسايد. أيوة. بيطلع من الاوفسايد ويعدل نفسه، وبعدين كمان انه وهو بيحط الكوره بقى التوقع زي ما بلال قال ان المفروض الطبيعي ان انا العبها في البعيده. ايوه بالظبط، لان الجون بيبقى في القريبه. حتى بص الجون حتى راح على البعيده. أيوة. شريف حطها له في البعيده على عكس حركه الحارس، فهي نموذج اللي برضو اللعيبه اللي عندها خبرات بقى في الحته دي وعندها احساس المكان. اكيد حلل لي برضو الطبيعي يا بلال. بص انا هتكلم عن الـ عن الـ عن الجول. انت عايز تسال انا عايز اقول لك الطبيعي التصرف الطبيعي ان انت تقطع لقدام، هتاخد خطوتين لقدام. بص بقى في التوسيع هتاخد خطوتين لقدام. بص نموذج التحرك بتاع راس الحرب. بمعنى بص اقف هنا كده، اقف في الحته دي. بص يا سمير هنا النهارده مؤمن على الزاويه في الزاويه القريبه راح للبعيده. بص بقى هو ده التحرك بتاع راس الحرب نموذجي. في الكورسات لو في اثنين تشتغل ما هما الاثنين اهو بالظبط. وليد ازارو على البعيده بالظبط، ومؤمن زكريا على انا بس هو مؤمن اتحرك التحرك السليم 100% بالظبط. وليد ازارو ما اتحركش التحرك السليم 100% يعني النهارده كامل يا سمير واحده واحده بالكوره. النهارده بص مؤمن النهارده على القريبه بياخد البعيده، يمكن ده الكلام اتعلمناه من كباتننا الكبار. لما تبقى عشان تخلق لنفسك فرصه بص لازم تتحرك، يعني مؤمن عشان تسرق المساحه. حتى لو اتلعبت من هنا مؤمن يقدر يسجل، تسرق المساحه. لو اتلعبت من لمسه واحده من يعني من ناصر كروس ماهر على البعيده كابتن برضه على الارض تمام، يقدر مؤمن يسجل لانه اصبح في موقف حر. تمام. هو قدر يسرق السرد باك، قدر يتحرك التحرك القطري دخل ال 18. تمام. هنا في الحته دي هو بص هو بيتحرك ازاي، تحرك قطري خلاص من الزاويه القريبه نموذجي للزاويه البعيده، هو اوريدي بيوسع نفسه المساحه. تمام. الحاجات دي احنا الفيرود بيعمل الكلام ده عشان يبقى الجول كله تحت رؤية بتاعته. بالظبط. يبقى انا كل الجول بالنسبه لي يا كابتن وانا على البعيده انا شايف الجول كله. بالظبط. اقدر اوقف، اقدر احطها في الضيقه، اقدر احطها في البعيده، اقدر اعمل كل الحاجات اللي انا عايز اقدر اعملها في الكوره. بس هو بعد عن الخطوتين اللي خدهم. انت بتتكلم بقى لما الكوره ردت. خلاص. الخطوتين اللي خدهم دولت الغراب جدا جول. جدا. بص خطوتين الوضع الطبيعي خد بالك. بص انا هقول لك الطبيعي اللي هو بيعمل مش طبيعي. اقصد الوضع المفروض عشان لما الكوره تيجي تقدر تلعبها. الخطوتين اللي ورا. بص يا كابتن زي بقول لك عشان يكشف برده ما يبقاش في الاوفسايد. ما هو مش نفس الوقت الكوره ما جاتش اساسا. بص هو اتحرك اتفضل يا بلال. بص اتفضل. التحرك اللي بيتحركه مؤمن ده تحرك فيه حاجتين. تمام. الحاجه الاولى يا اما يستلم الكوره من السوليه يبقى هو فاتح. يبقى عنده فرصه ان هو يوقف. بص التحرك عامل ازاي. انا بفتح لنفس المساحه. لو السوليه ممكن لو وقف يبقى عنده فرصه ان هو يديها لمؤمن زكريا. التحرك الثاني لو اتردت من الجول في الاتجاه ده يبقى عنده المساحه اللي يقدر يروح للكوره عشان يسجل منها هدف. بص يعني انا ببعد عشان لو الكره كمان اتردت من الجول يا كابتن يبقى عندي المساحه. بص هو بيرجع لورا مش لورا، هو بيرجع بالعرض بيطلع بالعرض، لان الكره لو اتردت في الجول في الاتجاه ده يبقى مؤمن برده عنده المساحه ان هو يوقف ويشتغل على الجول. بس عنده حلول. بس يعني عنده حلول. ثواني اصل مؤمن عمل حاجه غريبه جدا. انا اقول لك ليه. لو انت يا بلال او اي فرود الطبيعي بتاعه ان هو بعد السليمه يشوط يبدا يشوط لقدام هروح اعمل فول على الجول. ده الطبيعي. لا بعد ما يشوط ولا قبل ما يشوط؟ لا السليمه واخد وضع الشوط. لا في المساحه دي ما اقدرش اروح على الجول. في الزاويه القصيره ما بين المرمى وما بين السكس ياردة ما اقدرش اروح على الجول. لو الكره اتردت هيبقى سرعه رد الكره هتبقى اكبر من سرعتي، مفيش مساحه.
بص خد بالك انت ممكن تسرق خطوتين اهو المؤمن اسرق خطوتين لقدام ضيقت المساحه فلو جول صدها وراحت بسرعه مش هقدر اتحرك ليها هيبقى الكره اسرع مني فبالتالي هتعدي طب تاني يا سمير تاني يا سمير اصل لا التحرك ده مش بص بص انا بص بص هو بياخد وضع الاستعداد عشان يحط الكره جايه لا انا مع ميدو في الحته ايوه الراجل وهو داخل يشوف هبلال وضع طبيعي ان انا متوقع ان انا ارفع الجون بص خد بالك شوف مومن فين وشوف المسافه اللي ما بينه وبين الجول قد ايه ما ينفعش يروح على الجول يا كمان لا 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 انا بتكلم بص من هنا انا بتكلم من هنا من هنا من هنا بتكلم على دي من هنا من هنا اعمل سبرنت على الجول ما ينفعش سبرنت على الجول الجول لو صدها وراحت سنه يمين او سنه شمال هيبقى هو بره خلاص اوت اوف اوت اوف بوزيشن طب انت بتقول ليه خرج بره عشان لو عشان الكوره يبقى عنده مساحه لو الجول صدها عنده مساحه ان هو يجري يمين او يجري شمال او يوقف في الكوره عايز اقول لك برده خلي بالك ان فيها لك قوي برده ان هي خبطت في الديفنس وراحت ما ده اللي مجنني ان مؤمن مستني الكوره تعمل كده لا 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 مؤمن مستني عمليه الجول يا بلان يا بلان ما هو مؤمن انا دايما بقول عليه ايه لعيب عشوائي ايجابي بس لك عشوائي ايجابي اللي هو بيروح اماكن انت ما تتوقعهاش بس هي بتطلع قريب منها لا لا بس التحرك ده تحرك منطقي يعني انا النهارده لا ده مش منطقي لا والله العظيم منطقي تحرك بص تحرك منطقي فيه حاجتين لو السوليه واقف الكوره يقدر يستلم الكوره وهو ماشي في صاله مش تسلل بص يا عميد لو السوليه بيقف الكوره على الكوره بص اقرب واحد يبصها له هو مؤمن زكريا ما هو مش واخد وضع استعداد السوليه باين قوي طب كابتن ابراهيم حضرتك بقى خبرتك الكبيره بلنا في القصه لا انا 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 مع احمد بلال والله انا مع احمد بلال يعني هو بياخد وهو بيشوط يا كابتن ابراهيم ما يروحش يعمل أيوة لا طبعا انا مع احمد بلال هو بيدي لنفسه حلول لو اتردت من كذا يبقى عنده الاستعداد لو جت قليله يبقى يقدر ياخد الخطوتين عشان يقدر يلعب يا ماشي ازاي لو وقعت بجول مش هلحق طب اقول لك حاجه كابتن اقول لك حاجه يا كابتن بلال بص يا كابتن ابراهيم ما هو دي برضه مؤمن توقع السيناريو اللي حصل مؤمن توقع ان السوليه هيشوط هتخبط في الراجل ياخد خطوتين عشان الكوره تجيلي والله العظيم ما باص الراجل توقع الراجل بيسمع تعليمات عماد متعب مش قليل خلي بالك انا سالته السؤال ده قلت له انت ازاي انا هسالك خدت البوزيشن ده بص استنى هات الكوره هات موقف يا سمير لو سمحت هات موقف مؤمن احنا هنجيب مؤمن هات موقف مؤمن استنى بس هات موقف مؤمن والكوره بتتشاط بس ممكن والسؤال العكسي بقى لا يعني انا كلامي نعتبر ان كلامي غلط السؤال العكسي مؤمن في الحاله دي يجري ازاي والسوليه بيشوط بس يجري على الجون اقف هنا اتوقع يجري كده على الجون فين لا مش هنا لا لا كمل يا سمير كمل يا سمير بس ده شوط اهو ده شوط اهو بص وقف يا سمير بص يا جماعه يجري فين يا جماعه لو جه هيبقى اوفسايد طب ثانيه واحده طبعا ثانيه واحده وهو بيشوط ثانيه واحده يجري فين يا جماعه يعني بس في بس استنى بعد شوط كمل يا سمير الشوطه بعد اذنك اهو واخد وضع شوط في الحاله دي أيوة. هيجري يقف فين يا بلال يجري سبرنت على الجون لا على الجون يقطع الجون هو فين على 6 يارد يعني يا ايوه يجري يقطع الجون لو الكره ردت يمين شويه أيوة. لو جت في صدره اه يجيبها في ثانيه يا ميدو الكره انت اللي قلت كده طب ناخدها يرجع لورا زي ما هو رجع عشان يدي لنفسه مساحه طب ناخدها عشان ايه لما يدي ناخدها من الناحيه الثانيه ميدو طب لو ما كانش عنده وقت لا طيب الوقت خدها من الناحيه الثانيه ميدو لا ميدو خدها من الناحيه الثانيه اتفضل لو ما خبطتش في المدافع ده وراحت عند الجول مثلا والجول ردها له هيبقى عنده المساحه انه يقدر يا كابتن وعنده التايم ان هو يقدر يوقف الكوره ويشتغل عليها بص يا كابتن المساحه دي ما بينه وبين الجول لو ردت من الجول سهل يروح لها طب انا اقول لك حاجه يا بلال يا يوسف انا عارفك انت مش هخلق بقول لك ايه اقسم بالله لو قعدنا لو جبنا مؤمن نفسه ان هو اتعرج انا عارف بلال بس بص يا بلال انا بكلمك واحد مولود في الحته لا كنت نجم انا قلت بس انا عايز اقول لك على حاجه انت بتقول مؤمن خد الخطوتين دول عشان يبقى شايف في وايد اريا بالنسبه له عنده حلين طب خلينا في الحل الثاني انت قلت يبقى وايد اريا بحس الكره لو اتردت من الجول هو يتابع بالظبط طب انا بالنسبه لي اتابع في الوايد اريا ولا في الكلوز اريا في الوايد. ازاي بقى لازم ادي مساحه ادي مساحه لسرعه الكوره يا حبيبي يا ميدو لازم ادي مساحه لسرعه ارتداد الكوره انا ما ينفعش ابقى انا مثلا بروح على الجول على طول خلينا اتفق معاك في الحالتين صحيح. مؤمن عمل حاجه جميله جدا لو عمل تفكيرك او عمل تفكيري صحيح. تفكيري ان هو مؤمن توقع السيناريو وده دايما بيعمله خلي بالك مؤمن جواله المفروض ما يروحش في المكان اللي يجي فيه منه الجون خلي مؤمن كده مؤمن زكريا كده صح. ولو عمل كده يبقى برضه هو عمل التحرك اللي احمد بلال النجم الكبير الهداف الكبير بيقول ان هو بوزيشن صح وبيدعمه طبعا الكابتن ابراهيم احساس برضه احساس المهاجم يا جماعه احساس المهاجم أكيد. بالمكان انا عايز اقول لك بقى هو طب بقول لك احساس المهاجم عايز اقول لك يا كابتن مش اي حد معلش يا سمير تاني لحظه واحده انا بعتها لحظه واحده تاني انا عايز اقول لك على حاجه لو النهارده السوليه شايف الكره هات يا سمير لو سمحت مره تانية بعد اذنك عشان بس احنا ممكن دبلال ممكن يقعدنا خلي بالكوا هنا اللي بعد بكره ممكن هات بس بص لا هو بيشوط هات السوليه بيشوط كمل بص بقى لو السوليه بطن رجله بص بطن رجله بيباصي بطن رجله ما بيشوطش بقى يبصها له كده احسن لا
يباصي ما انت بلاد ما انا لازم انا لو باصه مش اوف سايد كده بالظبط مش اوف سايد ولو عمل دلوقتي فولو على الجول مش اوف سايد ده يبقى لعيب جامد قوي السوليه لو في وسط الزحمه عاملها كده طبعا طبعا لو كابتن ده عنده رؤيه وباص ده مش ممكن التمرينه دي خلي بالك التمرينه دي انا كابتن السوليه بيباصي مش ده انسب بوزيشن بالنسبه لي انسب بوزيشن خلاص يبقى انا عندي تو اثنين سيناريو السيناريو الاولى خلي بالك انا معاك بص لا انا معاك جدا بقى ان ده انسب بوزيشن لمؤمن لو السوليه عايز يباصي طيب ما ده اللي انا بقول بلال السوليه باين السوليه جاي من عند لطفي اساسا انا جاي اشوف نخلص من الجدال ده في حاجه بقى في حاجه ثانيه كمان من احلى حاجه بقى في الكوره وهو مؤمن بيحط رجله وعوج بطن رجله في الاخر او وش رجله في الاخر يعني عامل انه هيحطها في البعيده وراح عامل وش رجله كده صح على القريبه احلى حاجه في الكوره دي لما مؤمن مسك ودانه وعمل حركته الشهيره اللي وحشتنا جدا يا مؤمن لكن العضلات لازم تكبر شويه عشان لما نقلع التيشيرت وناخد انذار ويتخصم مننا يبقى نشوف عضلات يا مؤمن يعني انا بعيب عليه قلع الفانيلا الحقيقه معلش يعني عادة لا بص يا كابتن عادل يعني نعبر عن فرحه باي شكل ثاني انا اقول لك جامد قوي يعني هو كابتن عارف هو قال مؤمن لو كنا ضغطنا عليه شويه كان دموعه هتنزل مؤمن عنده كميه ضغط مش طبيعيه قال لك انا ابويا صدق ان انا مضيت قال له انا بدات اشك ان انا مضيت فهو كان عنده كميه ضغط مش طبيعيه طلعها في قلع التيشيرت لكن هو قلعت التيشيرت ماشي وخدت انذار ماشي وسيد عبد الحفيظ هيخصم لك فلوس ماشي ورينا عضلات بقى مؤمن بقى يعني شوف عضلات طب يلا عشان نستقبل الكابتن عوده ولا تدينا كمان طيب ادينا سمير هيدينا كمان عايز بس اعقب على الكابتن الحقيقة دي سمة من سمات لاعب النادي الأهلي ومدربين النادي الأهلي دي سمة مميزة جدا احنا بفضل النادي الأهلي علينا كبير جميلة جدا كابتن جميلة كابتن ومجلس الإدارة بيبقى ليه نظرة في الناس اللي بيعينها فاحنا في أي موقع مجلس الإدارة بيحطنا بنقبل بيه لأن مجلس الإدارة مليان قامات كبيرة جدا جميلة كابتن ولما بيعين حد بيبقى التعيين ده في مكانه وبيديله كل صلاحياته انه يعملها جميل فمحمد يوسف من ولاد النادي الاهلي لاعب ومدرب فاي مكان سواء محمد يوسف او اي حد من اللعيبه القدام اللي موجودين في النادي او احنا او سواء جوه او بره احنا بندين للنادي الاهلي واي مكان النادي الاهلي بيحطنا فيه بنقبل بيه لان مهما عملنا مش هنقدر نوفي النادي الاهلي جمايله عليه وانتوا صوره مشرفه النادي الاهلي دي حقيقه والله يعني اي حد بيبقى منتمي النادي الاهلي تحس ان هو فعلا يليق باسم النادي الاهلي وصوره مشرفه النادي الاهلي في اي مكان في اي مكان حتى لما بيخرج بره النادي الاهلي باستثناء يعني امثله بسيطه كلمه برضو سريعه جدا اتفضل يا كابتن بحيي خلي بالك هاخد منكم فلوس بعد الهوا عشان بحيي طبعا ندد لرابع ماتش على التوالي بيعمل مباريات قويه جدا في مكان جديد بالنسبه له ما حسسناش انا في رايي يعني ما حسسناش بغياب احمد فتحي والله في الحته دي لا يقل عن احمد فتحي في الحته دي في الدفاع والتكمله الهجوميه كذلك محمد هاني في المساك عامل برضو ماتشات كويسه جدا ناصر ماهر بيزيد من ماتش لماتش وبيحاول يعني يتقل اكتر على كل ما بيتقل على الكوره بيبقى طبعا جميل احسن جميل عوده برضو مروان استمراره في احراز الاهداف عوده ازارو دي برضو مهمه جدا بدل ما انت كنت بتكل على راس حربه واحد انت عندك تاني راس الحربه المفروض اللي هو الاساسي رجع تاني عايز كمان احيي علي لطفي مباراه بعد غياب طويل جدا علي حارس كل الكور اللي جات له اتصرف فيها بلال يعني بشكل كويس ما تحسش ان هو بعيد او بصراحه يعني لازم كنا نقول الكلام ده بدايه موفقه المؤمن مفيش احسن من كده ان لعيب بعد غياب فتره كبيره جدا ينزل يجيب في دقيقه هدف دي بترجع له الثقه وترجع ثقه الناس فيه اكيد بلال الضغط بدا يتشال على اللعيبه اللعيبه بدات تشوف كويس قوي في الملعب بداوا يشوفوا الكوره كمان حلوه قوي اللي هو بلغتنا يعني بيشوف الكوره كميه الضغط كانت كبيره قوي على اللعيبه كانوا حاسين لعيبه الاهلي بيحسوا بكل حاجه بيحسوا بنبض الجمهور حتى لو الجمهور ما بيروحش فبدا الاداء يتطور مع محمد يوسف بص خد بالك مفيش شك ان كل مكسب انت بتكسبه بتشيل من عليك ضغط كبير جدا كل مكسب بتكسبه بيديك ثقه النهارده النادي الاهلي افضل بكتير جدا من المباريات اللي فاتت كلها النهارده انت بتلعب وان سايد جيم ما سجلتش اهداف كتير لكن كم الفرص اللي انت رحت بيها على الجول كتير جدا
كم التفاهم والانسجام داخل الملعب موجود. الثلاثيات اللي احنا شفناها النهارده، ناصر ماهر، احمد الشيخ، كريم نيدفيت، شفنا النهارده تحركات رائعه ما بين اللعيبه في الملعب، شايفين ضغط لعيبه النادي الاهلي والرغبه. النهارده في يمكن في وقت من الاوقات الاهلي النهارده كان بيسلم ويستلم الباصات الكتيره جدا، اكتر من 25 باص النهارده في الملعب ما بين لعيبه النادي الاهلي، فده خد بالك كل ده بيدي اللعيبه ثقه، كل ده يحرر اللعيبه من الضغط اللي موجود عليه، كل ده يخلي اللعيبه دايما عندهم ثقه كبيره جدا في ادائهم. النهارده الهجمات اللي بتروح، مروان محسن النهارده بيسجل زي ما قال الكابتن حشيش وزي ما قال الكابتن ابراهيم، بيسجل النهارده وبيعود له الثقه. النهارده ما كان عندك فرد واحد بتعتمد عليه، النهارده كان عندك اثنين فراوده. النهارده عندك جبهه اليمين اكتر من لعيب، بتدي باسم النهارده علي بتدي باسم علي النهارده مره ثانيه، وكريم نيدد موجود، فالنهارده اصبح عندك حلول في مراكز كثيره جدا. التوليفه الحلوه اللي عملها كابتن محمد يوسف النهارده رائعه جدا جدا جدا، ادى بوسيفيلتيز كتيره جدا، ادى حلول كتيره جدا في الملعب النهارده للعيبه، ودى عداله في التشكيل. بالظبط، ودى عداله في التشكيل. طب طالما انت بتدي الفرصه لكل اللعيبه يبقى في عداله، بالزبط. يبقى في توفيق، بالزبط. يبقى اللعيب النهارده هيبقى طموح ان هو لما ياخد فرصه يقدر يدي بشكل كويس جدا. حته النهارده يبتدي بمروان محسن ويسيب وليد ازارو على الدكه، دي مسج لكل اللعيبه ان اللي هيأدي بشكل كويس داخل الملعب هو ده اللي هيكمل، هو ده اللي هيستمر حتى وان كان مين الاسم اللي موجود. مش الاسم الكبير هيلعب، بس الاسم برضه الثاني اللي موجود اللي خد فرصه واللي كمل استغلها. هيفضل موجود في الملعب أكيد. زي ما اتكلمنا على نيدفيد واتكلمنا على مروان واتكلمنا على ازارو واتكلمنا على اللعيبه اللي بتشارك بشكل كبير النهارده. حتى الشيخ اداؤه كان جيد في المرتين اللي فاتوا، النهارده برضه بعد ما يرجع من افريقيا بيديله، فدي رساله من المدير الفني للفريق كابتن يوسف ان كل اللي هيجتهد هياخد النهارده. كانت في فرصه كبيره جدا برضه للمدير الفني النهارده قاعد برضه بيتفرج على الفرقه، ولكن ما ننساش برضه واحنا بنتكلم ان الاهلي جاي من 48 ساعه، يعني برضه في حاله من الاجهاد موجوده عند اللعيب. يعني احنا برضه مش هنحكم بنسبه 100% على اداء اللعيبه النهارده، لان انت جاي يا كابتن، انت لعبت مباراه من حوالي 3 ايام بالظبط، النهارده بتلعب مباراه ثانيه ومعظم العناصر موجوده، بتتكلم في حوالي 80% 8 عناصر موجودين في الملعب النهارده، لما يكون 9 عناصر موجودين لعبوا المباراه اللي فاتت. فالنهارده برضه في حاله من الاجهاد كبيره جدا، لابد ان هي تتحط في اذهان جماهير النادي الاهلي. المباراه اللي جايه عندك راحه كويسه، مباراة قوية، مش مباراة سهلة جدا، 2-0 برضه نتيجة مش كبيرة. النادي الأهلي مطالب بالتركيز بشكل كبير جدا في المباراة اللي هناك، مش عايزين مفاجآت الأدوار التمهيدية، مش عايزينها، لا نحتملها. مطالب يا بلال بحاجة معلش صغيرة خالص في ظل يعني الفرحة والمكسب، معالجة السلبيات. النهاردة في شفنا كام كورة مع أنا شايف إن ضعف مستوى فرقة النجوم، إنما في برضه عدم تمركز كويس في الناحيه الدفاعيه، برضو كوليبالي في كورتين ثلاثه، كوليبالي في كوره صعبه جدا، مش عارف اعمده اساسيه دلوقتي. بص الحته الدفاعيه مهمه جدا جدا، انت بتلعب بره ملعبك في فريق في جو صعب جدا مع حكم ممكن لا قدر الله واحده كده يحسب ضغط جماهيري ومش عارف لعب الافارقه بقى مطلوب منك النهارده انك انت تركز بشكل كويس جدا. صحيح، بس عايز ادي برضو فرقه النجوم حقها، عمالين نتكلم عن النادي الاهلي. الشوط الثاني لما ابتدوا يتخلوا على الناحيه الدفاعيه ابتدى يبقى في تواجد في نص ملعب الاهلي، تواجد مش 100% مؤثر، انما في تواجد. يعني همام مضيع في الدقيقه 4 من الشوط الثاني كوره لازم يعملها بالعرض، يعني كان في تواجد لفرقه النجوم. فنصيحه ليهم، لازم يهتموا بالناحيه الهجوميه في الراوند الثاني، لو اهتموا بالناحيه الهجوميه اكيد هيبقى ليهم تواجد في الدوري الممتاز. اكيد يا كابتن، بحييك بقى النجوم. لا 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 خلي بالك هو ده فعلا برضو الاهلاوي هو ماسك مكان في النجوم ومدير قطاع ناشئين، فبرضو حكم وظيفته لا لازم يتكلم. انا بحييك يا كابتن، ربنا يخليك، بحييك. ودي ماتش وان سايد جيم النهارده بصراحه. ايه وان سايد جيم يا كابتن؟ مش وان سايد، مش هنقول وان سايد جيم، انا اقول ان النجوم ما كانش في مستواها والاهلي كان عالي. مباريات النجوم وحشين، بس بقول لك المباراه النهارده وان سايد جيم للاهلي من اول المباراه لاخر المباراه، يعني احترمنا طبعا الكامل لفرقه النجوم أكيد. بس النهارده الاهلي مسيطر على المباراه كامله أكيد. من بدايه اللقاء لنهايه اللقاء أكيد. يعني النهارده زيرو ان تارجت فرقه النجوم، طبعا الكلام ده هيتحيي عليه فريق النادي الاهلي دفاعا وهجوما. بالظبط بالظبط، ده الافضليه النادي الاهلي ولا لضعف لا الافضليه لا لا افضليه النادي الاهلي. النادي الاهلي لا بصوره ممتازه بالذات في الشوط الثاني، بالذات في الشوط الثاني. انا عايز كمان، انا قلت كريم نيدفيد مهما نتكلم مش هندير حقه، ودي حقيقه مش عارف تتفقوا معايا ولا لا. كريم نيدفيد اعاد حاجه جميله نفسه من جديد. لازم اشكر الكابتن شوقي غريب، الكابتن شوقي غريب مدير فني المنتخب الاولمبي، هو اللي طلع كريم نيدفيد من كل اللي كان فيه بلال، وكمان ناصر ماهر كمان عملوا ماتشات في مع المنتخب الاولمبي، قالت ازاي اللعيبه دي ما بتلعبش، ازاي اللعيبه دي ما بتلعبش في اماكنها. فيعني كان في ثقه كبيره جدا. لا يوسف، كابتن يوسف طبعا، ما هو خلي بالك، ما هو خلي بالك انا يوسف
يوسف هيتغرى بعد كده مش هيرد عليك في التليفون. لا مش هيتغرى مش هيلحق. انا عمال تفكرتني عمال اشكر عمال اشكر فيه يا بلال عمال اشكر فيه وبقول لكريم كل ده سؤال ميدو بيسال. ايوه صحيح ماشي يا كابتن يوسف. لا يوسف طبعا جميل طبعا. الجيري المدير الفني للمنتخب الوطني مع مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وحديث في الطرقات التقت لهذان النجمان الكبيران. خبايا هذا الحديث بقى مش هنعرف نسمع اللاتيني. اكيد كلام لاتيني ولاتيني صعب قوي كمان يا جماعه بس يعني ماشي. هو لاسارتي كان مستمع جيد لحديث اجيري اكيد بيسالوا على المستوى العام نادي الاهلي اكيد بيسالوا على النادي الاهلي اكيد بيسالوا على بعض اللاعبين ماشي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم والف مبروك وهارد لك لفريق النجوم ان شاء الله يتقدم اليوم احسن معاك ان شاء الله اليوم الجميل دوت ومبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني. مبروك عليك كابتن حشيش الف مبروك. مبروك ميدو كابتن ابراهيم كابتن بلال وانا وانت اللي صح على فكره بس بعد بالظبط كده هنتفاهم معاه بعد كده مصر هو مفيش فايده انت ما بتعرفش بلال. لا بس انا معاه بس انت ما بتعرفش بلال. بلال ممكن يقنع يوسف اساسا ان هو مش يوسف. احنا مهاجمين احنا الاثنين خلي بالكم. مبروك يا كابتن بلال وبستمتع والله بستمتع وانت معايا وطبعا كلكم منوريني بستمتع بالحديث معاكم الف مبروك ودايما كده ان شاء الله نكرر هذه الفرحه ونكرر ان احنا نبارك لبعض. كان ماتش مهم جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي اقنع الجميع. هنروح فاصل عشان نستقبل نجم التحكيم الدولي السابق كابتن احمد عوده. خليكم معانا استنونا بعد الفاصل.